التعليم الفني مهم جدا، التعليم الهندسي العملي وليس فقط النظري مهم جدا جدا. دول شقين رئيسيين. الشق الثالث بقى ان الدوله يكون عندها فكره تبني التكنولوجيا كاساس لينا علشان نخرج من الضائقه الاقتصاديه بتاعتنا. مفيش دوله عرفت تتقدم اقتصاديا وتحقق رفاهيه لشعبها الا لما كان عندها مكون وطني او اسهام وطني في التكنولوجيا. مكون وطني يعني ايه؟ كلمه مكون دي بتشمل عنصر بشري، بتشمل مكان بتشتغل فيه، سياسات واجراءات تسهل لك ده. تمام. مشكله مصر ان القضيه عندها بتقف عند حاجه من الثلاثه دول. تلاقي مكان وما تلاقيش ناس، تلاقي مكان وما تلاقيش ناس وما تلاقيش معدات او اجهزه. طب تلاقي سياسات جيده ومكان بس برضو العنصر البشري مش مجهز. فدايما بيبقى عندك المنظومه مش مكتمله. لا، انت عايز مكان وعايز ناس جيدين وسياسات خاصه بالمكان ده تسمح لهذه المنظومه اللي انا بسميه المكون الوطني، تمام، انه ينطلق ويقدر ان هو يضيف في التكنولوجيا.